لازم نحن خيار من خيار مقاوم. شعوري هو الافتخار اول شيء، بتمنى يضلوا رابحين وان شاء الله هالبلد بتغير وتحصل اخواني. نزعلين مع اني مش معهم بس نزعلين مبسوطه منهم. كانت حلوه بس كنا بدنا نتمنى النتيجه تكون اكثر شوي. الحمد لله. وبعدين بلدنا رجع لنا، ما حيجي حدا من برا ياخذ لنا اياه، لا ايران ولا سوريا، رجعوا من الاول. اكيد شعور بجنن. مساء الخير. بعد الحكي هو ذاته 8 حزيران، يوم جديد، مجلس جديد، وطبعا للناس اللي بعد ما نامت حلقة جديدة. الكل تعبان، الكل ربحان، والكل عم بيقول انه كان متوقع النتيجة مع انه كمان ما زبطت مع حدا. الليلة ومثل ما وعدناكم الاسبوع الماضي، معنا مباشرة على الهوى شباب وصبايا مضوا يوم كامل امبارح عم بنطوا من مركز لمركز ليتأكدوا من سلامة العملية الانتخابية. نحن امبارح كنا على الارض بكل لبنان 2500 متطوع مراقب. كيف كانت التجربة؟ كيف توصفيها؟ انا مش هي مش اول مره انا براقب، بس اول مره شرعيا، انا مش مخبيه. اي بس كمان اول مره براقب يعني بكل لبنان نفس النهار، يعني هذا بعتبره من اهم الانجازات الاصلاحيه اللي حققناها السنه بالقانون الجديد بالانتخاب، القانون الجديد للانتخابات النيابيه. برفقنا بهذه الحلقه ايضا مباشره على الهواء الاكاديميه والباحثه في الفلسفه السياسيه الدكتوره فهميه شرف الدين، المنسق العام للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات الأستاذ جيلبير دومت، المديرة التنفيذية للجمعية يارا نصار، ونائب المنسق العام للجمعية كارمن شحن. من هي مس انتخابات المعارضة ومس انتخابات الموالاة؟ لمعرفة الجواب قمنا ببعض الاتصالات، والمفاجأة أن الفتاتين لا تنتخبان لا 8 ولا 14. منظمو حملة التيار الوطني الحر استعجلوا على فكرة الإعلان، ولم يكن لديهم الوقت الكافي لاختيار فتاتهم وتصويرها، لذلك لجأوا إلى موقع shutterstock.com الإلكتروني العالمي لبيع الصور الإعلانية. من بين 7 ملايين صورة اختاروا هذه الصورة المعروضة ضمن فئة الجمال والموضة. ثمن الصورة لم يتعدى 500 دولار أمريكي، ولم يدفعوا أي مبلغ إضافي لضمان حصريتها. سياسة الموقع تمنع إعطاء أي معلومات شخصية عن العارضة، ولكن ما عرفناه أن عارضة التيار تحمل الجنسية الأمريكية. إذا كنتم تبتسمون انتظروا، لأن عارضة 14 آذار ليست أفضل حالا وليست بنت البلد أيضا. فمنظمو حملة 14 آذار لجأوا إلى ذات الموقع الإلكتروني لبيع الصور واختاروا هذه الصورة، والسبب أيضا ضيق الوقت. العارضة التي اختاروها من أوروبا الشرقية وتحمل الجنسية الصربية. الآن الصورتان متاحتان للجميع، فهل نراهما في حملات لبنانية جديدة؟ مع الأمريكية الأورانج والصربية ثورة الأرز رح نضل نتذكر هالوجهين ونربطهم بانتخابات 2009، كمان رح نضل نتذكر هالانتخابات من خلال أصابيعنا اللي انطبعت باللون الكحلي، وقد ما استعملنا صابون رح يضلوا 24 ساعة. كتار ناس تصوروا مع أصابيعهم للذكرى، إذا بعد ما تصورتوا لحوا حالكم. والأهم من هيدا كله، رح نضل نتذكر هالانتخابات من خلال القانون اللي سمح للمجتمع المدني اللبناني ولأول مرة رسميا بأنه يراقب سير الانتخابات. الدكتورة شرف الدين، شو تقييمك العام لليوم الانتخابي الطويل امبارح؟ أنا بعتقد أنه هيدا يوم انتخابي ناجح بامتياز، وبعتقد أهمية هيدا اليوم هو في الترتيبات الإدارية والقضائية واللوجستية اللي عملتها وزارة الداخلية وقوى الأمن. قبل ما نحكي عن يعني عن التجاوزات اللي شفتوها، يعني نعمل توب 10 أكثر متجاوزين، الإعلام مين يعني شو هيك أكثر انطباع
عن الإعلام عندكم إيه؟ كان شوي أهدى من الحملات الإعلامية اللي بتصير اللي كنا نشوفها قبل أو اللي كنا نشوفها بالانتخابات السابقة، ولكن بقي الإعلام يخالف القانون. يعني في مواد بقانون الانتخابات بتنظم عمله، في قسم أو معظم الوسائل الإعلامية ما التزمت فيها. كل وسيلة إعلام سجلنا عليها مخالفات هي الـ LBC، بس هي أكثر مش كمية، تساوي المنار والفيوتشر. على كل احوال يعني طبعا الاعلام هل كان صار له اسبوعين اذا مش اكثر عايش اذا بدكم هيدي الحمى الانتخابات بطريقه يعني تبعتي دكتور هيك شو انت شو هيك شو كان انت عم تشوفي هالمناظرات السياسيه اللي بشوف كان المناظرات السياسيه والشحن والحكي اللي صار فيها ما بصدق انه انتجت يوم انتخابي هادي. زحله امبارح بلشت بنهار شوي هادي، بس بعد الظهر ما بعرف ليه كانت التوترات متنقله شوي زياده عن اللزوم. بنت جبال كيف كان الوضع؟ بشكل عام كان بنت جبال رائعه لانه ما فيها المعركه الانتخابيه الحاميه ليصير في خلافات، فبشكل عام كان هادي ورايق. طارق بطرابلس كيف كان الوضع؟ كان رواق نسبيا، كان في ضغط انتخابي، مخالفات كان في مخالفات اكيد، قصة المرشحين انه بيفوتوا مع الوفد بدون ما يفوتوا ولا شيء. تقليد لبناني. في كم من المخالفات مسجله امبارح؟ اول شيء اللي مبالغين فيه نحن امبارح في حدود 112 حادث امني صار بالنهار، واللي هو عدد كبير. في بعض الاحداث تزايدت وصار فيها قواص وصار فيها مشاكل. مضبوط كان الامن مضبوط، بس هذول هول تسجلوا. كمان واحد من الامور وطلعنا نوع من الدعايه او الاعلانات لنسقف الناس بهذا الموضوع، اي كان في نسبه بحدود 340 او 350 تبليغ امبارح بمخالفات العلاقه بترويج داخل محيط مركز الاقتراع وبقلب المركز. يعني توزيع مناشير، توزيع لوائح، ضجه حول مرشح معين، اعلام. سجلين امبارح نحن 1010 حوادث طارئه، مش مخالفات، مخالفات حتكون بالالاف. مثلا كان في 71 قلم تاخر لفتح، تأخر يعني صارت الساعة 8 وكان بعد ما فتح. في 102 حالات تعليق عملية الاقتراع بسبب حوادث أمنية أو نزاعات حول تفسير القانون. صار في امبارح تسجيل ل 123 حادث أمني وخلافات عنفية بين مندوبين وقوى أمن. 92 حالة ضغط وتخويف على الناخبين. عم نحكي عن 49 حالة رشوة، يعني تم يعني مشاهدة ل 49 عملية رشوة شراء أصوات. نرجع على شو؟ نحن فعلا ما كنا شفنا حدا عم بيرشي، بس كنا ماشيين وشفنا مشكل وهبرج، فنزلنا نشوف شو الخبريه، فشفنا انه في اشخاص عم يتخانقوا مع بعض لانه في حدا عم بيدفع مصاري، في بيت مفتوح عم يندفع، عم يصير في تم دفع مصاري للناخبين لينتخبوا شخص معين، وصار مشكل يعني جهه سياسيه ضد جهه سياسيه، اجت انه ليه عم تدفعوا وما عم تدفعوا، فصار في مشكل، فهون انفضحت الخبريه. كرة صيدا زهراني زهراني انا يعني بعدني واصل بسيارتي تفوت على مركز كمان عم تستعملوا السيارات كنا في السيارات الجماعيه ف دغري حد سيارتي كان في واحد عم يسلم بوم بنزين لناخب من بعد التفاصيل اللي عرفتها انه كان هذا الناخب بعده ظاهر من القلم اللي اقترع فيه ومن بعدها اعطاه هذا البون وتوثقت بشاهد موجود حدي. الشوف برمنا على الاقلام الاقتراع، في احد المراقبين المجولين عيط لي قال لي الخبريه انه في بالطابق الاول من المركز الانتخابي فاتحين اوضه كان موجود فيها رئيس البلديه اللي هو قريب يقرب احد المرشحين، كانوا عم ينطروا بس المرشحين يخلصوا الناخبين يخلصوا كانوا ينزلوا يعطون المصاري ويفلوا. ما في شك انه فيها تبلش ببوم بنزين وفيها تخلص ب 1000 دولار. بدي اشكركم لانكم يعني على الرغم من كل تعبكم جيتوا، وبدي اشكركم لانه انا شخصيا رجعتوا لي ثقتي انه المجتمع المدني فيكم صوته كثير عالي، حتى يعني باكثر القصص اللي كل العالم موتره فيها وكل العالم يعني ما بدها حدا يراقبها. 2500 شاب وصبيه من لبنان امبارح، جزء كبير منهم ما له كان حق الاقتراع،
بس كان امبارح حاسين بانه هن كل واحد منهم ملك لانه كان عنده حق المراقبه وتسجيل المخالفات. تحيه كثير كبيره لكم، مع الاسف وقتنا خلص، نرجع نلتقى فيكم الاسبوع المقبل.